السيدة خديجة تتخذ من حطام سفينة بجانب ميناء الصيد لابن صاف بعين تيموشنت مأوى لها منذ 19 سنة. حلمها أن تعيش رفقة أولادها الثلاثة بعدما فقدت طفلاً تحت سقف واحد في بيت يغمرها دفء وأمان. تعيش وحيدة هنا وتقتات على بعض ما تجمعه من السفن. 19 عام وانا هنا في ولاد بنرثا، وتحت مد عليا وخرج من دارنا، راني عايشة في هذا البور، نخدم هاكا نمشي نبي باريخات وهاكا نروح عندها يقول لي نقولها كريلي ولادي يقول لي ما قدوش كري ولا مديتهم هاكا خليتهم يعيشوا عند الاخرين وانا نستحمل وعدنا هنايا برا. خديجة سيتم التكفل بها من قبل مديرية النشاط الاجتماعي لعين تيموشنت لتنعم ببعض الدفء، خاصة في ظل أوضاع تدابير الحجر الصحي الذي أعقب أزمة كورونا. التكفل بالأشخاص بدون مأوى، قامت اليوم مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع اللجنة الولائية من مصالح الأمن والحماية المدنية والخلايا الجوارية التضامن بخرجة ميدانية، أين اليوم رانا متواجدين في ميناء بني صاف ونشتنا حالة اجتماعية هي أخت خديجة تعيش في باريخة قديمة، وين غادي إن شاء الله نتكفلوا بها بالمركز الإسعاف الاجتماعي، والعملية غادي تكون متواصلة بالتكفل بعائلات أخرى إن شاء الله. لم شمل العائلة تحت سقف واحد هو حلم السيدة خديجة. ظروفها القاسية حرمتها من لذة رؤية فلذات كبدها كباقي الأمهات.